باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركاته من الان والى الابد امين. كنا خلصنا بنعمه ربنا الاصحاح 28 من سفر الامثال، والنهارده ناخد اصحاح 29. بيقول كتاب: الكثير التوبخ المقصي عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. ساعات نقراها كثير التوبيخ، لكن كثير التوبخ. في فرق بين التوبيخ والتوبخ. التوبيخ ان واحد يوبخ حد، لكن التوبخ ان واحد يتوجه له ايه؟ التوبيخ. يعني التوبخ هنا معناه انه مفعول به، يعني الراجل اللي بتحتاج انك انت توبخه كتير. وطبعا هو بيوبخ كثيرا لانه معاند. عشان كده كمل الكتاب وقال: المقصي عنقه. يعني لانه معاند فانت بتحتاج تقول كتير، يعني بلاش، خد بالك، تعملش، ما تسويش. فبيبقى هو كثير التوبخ ومقصي عنقه، يعني مش مطيع. عشان كده لو تاخدوا بالكم ربنا قال عن شعب اسرائيل: غلاظ الرقاب. كل ما الرقبة كانت غليظة كل ما تبقى ايه؟ عصية، على انها توطي يعني. لكن اللي رقبته رفيعة كده تلاقوه بسهولة جدا يقعد يعمل كده يعني. فهو ده مقصي عنقه. ده بقى يكسر ولا شفاء، يعني يجي عليه وقت يتخبط خبطة يروح فيها. عشان كده مهم قوي ان احنا نكون عندنا طاعة وعندنا يعني استماع للتوبيخ، يعني للتأديب صوت احد. عندنا طاعة وعندنا استماع للتوبيخ وللتأديب اللي ممكن نتعرض له من ابائنا، من الكنيسة، من اباء الكهنة كده. يعني في مشكلة في العصيان وعدم الطاعة. اذا ساد الصديقون فرح الشعب، واذا تسلط الشرير يئن الشعب. دي طبعا اتكررت في الاصحاحين اللي فاتوا اكتر من مرة، انه لما بيكون في حاكم طيب الناس بتبقى فرحان، حاكم شرير الناس بتبقى يعني متضايقة منه وزعلانين، يعني الشعب بيئن. ونشكر ربنا ان احنا في مصر يعني جربنا النوعين، يعني جربنا ده وجربنا ده. يعني بتهيألي ما حصلش في بلد من البلاد ان على مدار 4 سنين يقولنا 4 رؤساء، يعني مش كده 4 ولا 5 محدش عارف يعني. لا 4 ما تنطوي واحد منهم ومبارك يتحسب. يعني قصة كده يعني، جربنا النوعيات كلها يا عالم بقى يعني. إذا ساد الصديقون، يعني الناس المستقيمين لم يبقوا أسياد يعني رؤساء أو حكام، الشعب بيفرح. لكن إذا تسلط شرير يئن الشعب. من يحب الحكمة يفرح أباه، ورفيق الزواني يبدد مالا. برضو الإصحاح اللي فات قال صاحب المسرفين، يعني سمى رفيق الزواني هنا، هناك سماه صاحب المسرفين، يعني الناس اللي بيعيشوا حياة خليعة وحياة ما بيعملوش حساب لأي حاجة خالص. من يحب الحكمة يفرح أباه طبعا، لأنه هينجح. وسفر الجامعة بعد كده هنلاقيه بيقول الحكمة نافعة للإنجاح. واحد عنده حكمة تلاقوه ناجح، أعماله بتنجح. فهنا اللي بيحب الحكمة يفرح أباه، الولد العاقل بيفرح أبوه. أما رفيق الزواني بقى اللي هو صاحب المسرفين في 28:7، صح 28:7، أما رفيق الزواني يبدد مالا. طبعا لأنه هيصرف بقى على سين وصاد وعين ولام، كلهم بقى إيه؟ ناس وحشين. لو تفتكروا
كلمة رفيق الجوان يبدد ماله دي في قصة الابن الضال لما رجع الأخ الكبير قال لأبوه كده، قال له ابنك هذا الذي أكل معيشتك مع الزواني أو بدد معيشتك مع الزواني، فافتكرها له. ولو كانت القصة حصلت يبقى هو أرى الإصحاح ده، يبقى الواد الكبير أرى إيه؟ أرى الكلمتين دول، إن رفيق الزواني يبدد مالا، فخبط أخوه بيها وقال لأبوه هذا الكلام. الملك بالعدل يثبت الأرض والقابل للهدايا يدمرها. الأرض هنا يقصد المملكة أو البلد يعني، فالملك بالعدل يثبت المملكة. حتى يحطوا من زمان كده في المحاكم فوق القاضي يقولوا العدل أساس الملك، فالملك بالعدل يثبت الأرض، ودي حقيقة. يعني الملك العادل المستقيم الرأي اللي كلمته واحدة اللي واضح اللي ما يعرفش الالتواء بتبقى مملكته مستقرة وأرضه بتبقى إيه؟ بتبقى ثابتة. لكن القابل للهدايا يدمرها. قابل للهدايا بقى ده اللي هو بيحابي الوجوه، اللي بيقبل الرشاوي، اللي يعني أحكامه تبقى خاضعة للأهواء بقى. أحكامه تبقى خاضعة للأهواء. يعني يجامل فلان فيعين ابنه وزير من غير ما يبقى الولد كفء لكذا. يعجبه مش عارف مين يروح مخليه محافظ من غير ما يبقى يعني عنده مؤهلات تمكنه من قيادة محافظة، وهكذا. قابل الهدايا ده بيدمر البلد، بيدمر المملكة، بيدمر الأرض، لأنه هيحط في الكوادر، هيحط في المسؤوليات ديت، هيحط الناس مش أكفاء، وبالتالي هتخرب الأرض وهتتدمر الأرض. الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. يطري يعني يمدح، إطراء يعني مدح. اللي بيطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه. رجليه هنا يعني اللي هي إما تعود على اللي بيمدح أو تعود على اللي ممدوح، واخدين بالكم؟ هي طبعا في الكتاب ما قالهاش، فممكن نفهمها كده وممكن نفهمها كمان كده. لو قلت ان هو الشخص المادح فيبسط شبكة او يبسط شبكة لرجليه هو شخصيا، لان هو بيبقى شخص مرائي، واخدين بالكم؟ مرائي، نازل مديح وخلاص، نازل مديح وخلاص، عمل حلو وعمل وحش وعمل يقول له برافو. ما انت كده دخلت نفسك في خط الرياء، وممكن بعد كده انت فلان يستخليك يستجدي منك المديح وتاخد مقابل لهذا المديح، ويعني الدنيا تخش معاك في ايه؟ في حاجة مش مظبوطة. فانت عملت شبكة لرجليك. ده اذا فهمناها ان رجليه تعود على الشخص الذي يمدح. إذا فهمناها إنه الشخص الذي بقى يمدح، ودي الأوقع على فكرة، لأنه اللي بيتمدح ده بقى لما لو يقبل المديح ويفرح بيه وينتفخ بقى بيه ويقول هل من مزيد، فوقع في فخ الكبرياء والزهو والاعتداد بالذات وكل الأمور اللي ممكن تضيع الإنسان، لأنه مكتوب كده قبل الكسر الكبرياء وقبل السقوط تشامخ الروح. لو انا هقعد افرح بمديح الناس هاستوفي اجري على الارض، ولو هاستوفي اجري على الارض مش هيبقى لي اجر امام الله، انا كده بضيع نفسي. فاعملوا معروف، يعني ما تقبلوش بكتير كلام المديح، لانه ممكن قوي يكون شبكة لرجليك من غير ما انت تاخد بالك. يعني الاباء علمونا انه من يسعى للكرامة هربت منه، واللي بيهرب من الكرامة سعت إليه وأرشدت الناس إليه.
فخلينا أحسن هاربين من الكرم. لو في حاجة عملتها تستحق مديح اشكر ربنا وانسب الفخر او الفضل الاخرين. قول فلان اشتغل معايا، ده المجموعة دي هي اللي تعبت. لو ما لقيتش حد اشتغل معاك قول ده ربنا اللي اداني نعمة. يبقى انت في الاخر مستخبي في حد تاني اشتغل، يعني افضل كتير من انك انت ودانك تنبسط من الكلام وتقعد تسمع بزيادة وتقعد تلفت نظر الناس لأعمال وبطولات انت عملتها. خد بالك انت في فخ اتنصب لك من غير ما تاخد بالك، وفخ الكبرياء من أصعب الفخاخ، خدوا بالكم فخاخ الصعب كبرياء، فناخد بالنا من هذا الأمر. من الرجل الذي يطري صاحبه يبسط شبكة لرجليه، في معصية رجل شرير شرك، أما الصديق فيترنم ويفرح. في معصية رجل شرير شرك، الشرك يعني المصيادة، مصيادة. الشرير اللي واقع في العصيان هو في الحقيقة عامل مصيادة لنفسه، يعني ده بيضيع، يعني ده بيضيع، وحياته مهددة بالخراب لأن الشر آخرته خراب. لكن الصديق يترنم ويفرح. الشرير يقع في مصيادة يحزن ويبكي ونهايته تبقى كده، أما الصديق يترنم ويفرح. عشان كده تلاحظوا أنه الصديقين أو الأبرار، أقصد التائبين المستقيمين، حتى في أوقات أتعبهم وأحزنهم تلاقوهم بيترنمون ويفرحون. يعني ما ييأسوش، عندهم مرجعيات روحية بتسندهم بتعزيات سماوية حتى في وقت الضيقات، حتى في وقت الضيقات الصديق يترنم ويفرح. الصديق يعرف دعوة الفقراء، أما الشرير فلا يفهم معرفة. خد لنا من الصديق نشاط واحد بس، طبعا كلمة صديق دي معناها البار، معناها الرجل الصالح، فجوه البر والصلاح أنشطة كتير خالص. خد لنا في الآية 7 حاجة واحدة بس اللي هي إيه؟ أنه يعرف دعوة الفقراء. يكون في حد فقير له شكوى بيلاقي الصديق بيعرفها، يعني يسمع له يتعرف عليها يساعده فيها ينصفه و إلى آخر هذا الكلام. الصديق لأن قلبه طيب ويعرف في الحنان ويعرف في العطف ويعرف في المحبة ويعرف في طول البال، بيسمع وبيعرف. أما الشرير فلا يفهم معرفة، فالشرير ما تلاقهوش عنده القصة دي خالص، ما ملوش، تلاقيه دايما قاسي القلب، تلاقيه متعجل الأحكام. لا، الصديق ده راجل طيب قلبه حنون. العدد 8 يقول الناس المستهزئون يفتنون المدينة. المستهزئون يفتنون المدينة، أما الحكماء فيصرفون الغضب. في أعمال 29، في أعمال 29 آسف 19 ولا إيه يا رب؟ فيش أعمال 29، في أعمال 19 حصلت مشكلة في خدمة بولس الرسول. أعمال 19 23 يقول كده الكتاب، وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، الطريق هنا اللي هو طريق المسيح، لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صائغ صانع هياكل فضة لأرتميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل،
فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل، جاب كل الشلة بتاعت الصاغة اللي هو شغال في الحاجات دي، وقال: أيها الرجال، أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة، يعني الغنى اللي احنا عايشين فيه ده سببه ايه؟ ان احنا شغالين في صنع تماثيل لأرتميس، وده إلهة وثنية. فأنتم تنظرون وتسمعون، أديكوا شايفين أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال بولس هذا جمعا كثيرا، قائلا إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. هيجهم على مين؟ على بولس. فأوم كل الصياغ على بولس. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، بل أيضا هيكل أرتميس الإله العظيمة. مش إحنا بس اللي خسرانين، ده الإله نفسه هيضيع، هيخسر. أن يحسب لا شيء، وأن سوف تهدم عظمتها التي يعبدها جميع أسيا. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وطفقوا يصرخون: عظيمة هي أرتميس التي الأهل أفس. فامتلأت المدينة اضطرابا، واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد، خاطفين معهم غايس وأرسترخس المكدونيين رفيقي بولس في السفر. يعني وحصلت مشكلة كبيرة، حصلت مشكلة كبيرة خالص. وبعد كده بنلاقي الكتاب يقول انه الرجل الناس المستهزئون يفتنون المدينة. هنا ديمتريوس عمل ايه؟ عمل فتنة في المدينة. شوفوا بقى الحكماء يقول لك ايه؟ الحكماء يصرفون الغضب. طلع واحد حكيم اللي هو الكاتب في العدد 35 أعمال 19:35، سكن الكاتب الجمع، هداه وقال لهم: من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسوسيين متعبدة لأرتميس الإله العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ هو في حد مش عارف ان الافسوسيين بيعبدوا ارتميس؟ فبدأوا يهدوا. فاذا كانت هذه الاشياء لا تقاوم، ينبغي ان نكون هادئين ولا نفعل شيئا اقتحاما. الابطية جت بخفة، يعني بجهل كده، استنوا، لانكم اتيتم بهذين الرجلين، جيتوا بهم هما الاثنين، هو بولس وسيلة، جيت بهم هما الاثنين، وهما ليس سارقي هياكل ولا مجدفين على آلهتكم. خدوا بالكم، إن كان ديمتريوس والصناع الذين معه لهم دعوة على أحد، فأنه تقام أيام للقضاء ويوجد ولاة فليرافعوا بعضهم بعضا. وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخرى فهذا يقضى في محفل شرعي، لأننا في خطر من أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا الشغب أو عن هذا التجمع. ولما قال هذا صرف المحفل. الحفلة اللي عملوها البولس، حكمة الكاتب وهدوء الكاتب، عمل ايه؟ صرف الغضب. مش كده انا شفت ان دي قصة تحقق تماما الآية رقم 9 دي، ثمانية، الناس المستهزئون يفتنون المدينة اما الحكماء فيصرفون الغضب. واضحة دي يا جماعة؟ طيب، عدد 9، رجل حكيم إن حاكم رجل أحمق، فإن غضب وإن ضحك فلا راحة. برضو إن غضب وإن ضحك، ممكن يكون الفاعل هنا إما الرجل الحكيم أو الأحمق، برضو الاثنين
تمشي كده وتمشي كده. لو قعد قاضي حكيم بيحاكم رجل احمق يقول لك ان ضحك وان غضب فلا راح، يعني ما بيوصلش معاه لحاجه، سواء يعني هزر معاه ولا هدده، اصله احمق ما بيحسش. القاضي زعق له هو قبله ما بيتكلمش، القاضي ضحك معاه هو برضو ايه القصة هي هي، ان غضب وان ايه وان ضحك فلا راحة، يعني ما بيوصلش معاه لايه لحل للموضوع. ليه؟ لانه احمق لا يبالي، واحمق لا يفهم ولا يستوعب، ويستوي عنده القاضي سواء بقى قاضي في صرامة يتكلم او في لطف يتكلم. هنا غضب او ضحك مقصود بها ايه؟ الصرامة او ايه؟ او اللطف. ده الشيء الاقرب الاقرب للامور. يعني لو خدت بقى ضحك او غضب على الاحمق برضو بنفس الطريقة، هو لانه موتور فمرة يبقى غاضب وبيعلي صوته في المحكمة، ومرة يبقى مستهزئ ويضحك، برضو كده او كده هو ما بيوصلوش لحل. لكن طبعا الحل الاولاني هو اوقع، ان يبقى القاضي هو اللي صارم او يعني لطيف، فالاثنين ما بيفرقوش مع المستهزئ الاحمق في المحكمة، لا راح. اهل الدماء يبغضون الكامل، اما المستقيمون فيسألون عن نفسه. اهل الدماء الناس اللي هم ليهم في القتل كاره الناس، دول يبغضون الكامل، يعني الشخص الكامل يبقى محسود منهم، عشان كده اتحطت عداوة بين ابليس وبيننا، لان ابليس قتال للناس منذ البدء، واحنا بنجاهد نكون كاملين بالوصية وبالاستقامة وبالمسير في الطاعة. فأهل الدماء الشياطين يبغضون الكاملة اللي هم الناس المستقيمين. ناس الأشرار برضو يعني الإرهابيين دول أهل دماء يبغضون الكامل، يضطهدوا الكنيسة، يضطهدوا المستقيمين، يضطهدوا الناس الأبرار. والكتاب طبعا موضح الكلام ده في إنجيل معلمنا يوحنا 15 و16، حاجات كتيرة زي كده. أهل الدماء يبغضون الكامل. وشوفنا إزاي قايين حشد هابيل، لأنه هابيل شخص كامل قدم ذبيحة قصاد ربنا قبلت منه، لأن الله نظر إلى قلبه إلى ذبيحته فقبلها منه. لكن قايين لأنه شرير فحشد أخوه وأبغضه وقتله. أما المستقيمون فيسألون عن نفسه، تلاقي كده الشخص الطيب ناس كتيرة طيبين يسألوا عليه ويقربوا منه ويحبوا يطمنوا عليه ويخشوا معاه في علاقة، شده؟ يبقى دول الناس المستقيمون. عشان كده أحبائي نحب دايما في الكنيسة نكون مجتمع مستقيمين، يعني تبقى في محبة، نسأل على بعض، نطمن على بعض وهكذا. انت ألم واحد كلنا ايه نشاركه، يقول فرحا مع الفرحين وبكاء مع الباكين، حسوا ببعض. المستقيمين دول يحسوا ببعض، يسألوا عن نفس الكامل. الجاهل يظهر كل غيظه والحكيم يسكنه اخيرا. الجاهل ده ما عندوش صبر، بسرعة يظهر كل غيظه، يفجر كل طاقة الغضب اللي عنده من غير ما يدي نفسه الفرصة ايه يهدى ويسمع ويفصل في الامر ببساطة. لا، تبقى يثور ويفور فجأة ودفعة واحدة كده، يعني دفعة واحدة يغضب ويشتم ويضرب ويعمل كل حاجة. لكن الحكيم يقول لك ايه؟ يسكنه، يعني يسكن غضبه
أخيرا، يعني آخر حاجة، آخر حاجة يفكر فيها إنه يغضب. ليه؟ لأنه بيطول باله، بيطول باله، بيسمع القضية كلها، بيتحكم في انفعالاته اللي قال عنها الكتاب إنه مالك روحه خير من مالك مدينة، فبيقدر يتحكم في غضبه. وصاد عينه الوصية اللي بتقول اغضبوا ولا تخطئوا في أفسس 4، اغضبوا ولا تخطئوا. في غضب، في شيء يغضني، بس انا هستفيد ايه لما انفعل ولما اشتم ولا ازعق ولا اضرب؟ هستفيد ايه؟ ممكن اخسر بزيادة، ممكن اخسر قضيتي انا كلها برمتها يعني. لكن لما انا اسكن غضبي واتحكم في الغضب اللي عندي، ممكن اكون بدي نفسي فرصة اسمع الرأي والرأي الآخر، وبالتالي أهدى ومغلطش. يبقى على الأقل بس غضبت من جواي، لكن إيه؟ ما طورتش هذا الغضب إلى انفعال خارجي من زعيق أو شتيمة أو إهانة أو ضرب، وأحيانا نوصل للقتل، أحيانا يوصل للقتل. عشان كده سيدنا البابا في كتاب الغضب، سيدنا البابا الأنبا شنودة، يقول لنا كده: اجعل لغضبك حدا اقصى. يعني ما تسيبش نفسك دايما، ايه؟ حجم غضبك. اذا انفعلت خليك جواك، واذا يعني ما قدرتش وزعقت زعق بس ما تشتمش، واذا شتمت ما تضربش، وهكذا. يعني خلي دايما في ايه؟ في حد للغضب، في حد للغضب. الحاكم المصغي إلى كلام كذب كل خدامه أشرار. طبعا ما الحاشية اللي جنبه هيعرفوا إن هو بيفتح ودانه لإيه؟ لكلام الكذب. فمين اللي هيتلم حواليه؟ كل الكذابين، مش كده؟ كل الكذابين، كل الأشرار. ما دام هو فتح ودانه لكلام انحرافات أو كلام كذب، يبقى كل واحد من دول الطيور على اشكالها تقع، كل واحد يقول له في ودنه حاجه، يبقى هيلم حواليه مين؟ هيلم حواليه الاشرار. الحاكم المصغي الى كلام كذب كل خدامه اشرار. صدقوني انا في كل مره بتابع اخبار المحاكمات بتاعه الاخوان ومرسي، الواحد بيقعد كده ما بعرفش اكمل الخبر، بقعد اتحير، بعد تحير كيف لبلد مثل مصر تحكمها عصابة بهذا الشكل. بعد أسأل نفسي هذا السؤال، لكن بشكر ربنا، بشكر ربنا. صحيح ده احنا عمالين بنسمع حاجات عجيبة الشكل، وده ابن خالد ده وابن عم ده وابن فلان وده مين وده كذا وده عمر ايه ده. مصر دي بلد، مصر دي كبيرة، مصر دي عظيمة، ما يبقاش نصيبها ابدا نحكمها بهذه الطريقة. لكن نشكر الله أن ربنا أنقذها. الحاكم المصغي لكلام كذب كل خدامه أشرار، كل اللي معاه أشرار. الفقير والمربي، مش والمربي، خدوا بالكم، الفقير والمربي يتلاقيان، الرب ينور أعين كليهما. المربي هنا والمرابي، المرابي مكتوب المرابي ولا المربي؟ هي المربي، هي المرابي، واخدين بالكم؟ المرابي ده اللي هو يعني الوسيط اللي بين واحد محتاج وبين واحد مرابي بقى. يعني واحد عنده فلوس بيطلعها يسلفها بالربا، فبدل ما انت تروح منه وتطلب منه مباشره، في واحد وسيط بياخد منك ومنه. فهو يعني هو يعني دي مساله اصعب من المرابي نفسه. يعني المرابي ما فيش عموله هياخد منك على طول كل الفايده ياخدها منك، لكن المربي ده يعمل ايه؟ يعني بيلعب على الجنبين، ده الوسيط. يعني يقول لك انا هجيب لك بفايده 30% او 35%، ويروح ياخد منه ب30%، يبقى كسب ده وادى ده بكذا وطلعوا ب5%. اضرب بقى القصه يعني.
وعايزون بقى ايه في القصة دي، سواء المربي ده هو المرابي ولا الوسيط فيان عندنا، هو بيقول ايه؟ ان ده مع الفقير اللي هو اللي محتاج، اللي بيحتاج السلفة من المرابي دوت، كلاهما يتلاقيان بيشترك في حاجة. الحاجة دي ايه هي؟ انه الرب ينور اعين كليهما. من هو مصدر حياة الاثنين؟ هو ربنا، ربنا اللي فتح عين ده وربنا اللي فتح عين دوت. عشان كده يعني لازم كل انسان ايا كان حاله وايا كان فضلته من عدمها، لازم يعرف ان في اله ضابط للكون كله، اعطى الحياة للفقير واعطى الحياة للغني، اعطى نور العين يعني الحياة لده، واعطى نور العين والحياة لده. فبالتالي انتوا بتتلاقيان، فما فيش داعي ده يظلم ده او ده يعني يستجدي ده بذل او بمرارة. تعجبني قوي قصيدة لسيدنا البابا لما بيتكلم على الغني في كتاب انطلاق الروح، فيقول يعني في الاخر هيحصل ايه؟ في الاخر انا هموت وهو هيموت، وكلانا سيندفن ونسمة قبره ستهب على قبري، يعني ريحة قبره هتيجي على قبري، عشان في الاخر هنبقى في القبور ايه؟ أجساد وتحللت وخلصت على طول، لا هنبقى عارفين ده التراب ده بتاع جسد مين ولا التراب ده بتاع جسد مين. الدنيا كلها في الآخر بتستوي، لأن الله أعطى الحياة لكليهما وهو اللي هياخد الحياة من كليهما. فدي دعوة إنه محدش يحس بالتميز، الفقير والمربي يتلاقيان. هو جاب طبعا المربي لأنه يبدو إن ده كان شيء شائع في ذلك الزمن، ان الناس اللي معاها فلوس كانوا بيقسوا على الفقراء، وتفشت هذه الظاهرة، فكأنه بيعالجها بفكرة انه يعني كلاهما مصدر حياتهم ربنا. المالك الحاكم بالحق للفقراء يثبت كرسيه الى الابد. فهنا جاب برضو ايه بقى ايه؟ الحاكم اللي ما يظلمش فقراء. المربي ممكن يظلم فقير، لكن الملك الحاكم بالحق للفقراء ده ربنا بيثبت كرسيه الى الابد. كلمة الى الابد دي مصطلح في العهد القديم معناها الى مدى الايام. ما نطفوا يا جماعة الموبايل ده يا جماعة. معناها انه الى مدى الايام، يعني كل ايام حكمه تكون ايه؟ يكون ربنا مثبت كرسيه، يعني يترأس في سلام، يترأس في سلام. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، والصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. العصا والتوبيخ يعطيان حكمة، طبعا أدب ابنك يطلع في الآخر حكيم. العصا والتوبيخ يقصد بها التأديب يعني، لكن مش معناها ان واحد ماسك عصاه طول النهار يخبط في ابنه يعني، لا، ويقصد بيها التأديب. العصا التأديب، والتوبيخ برضو النصيحة والإرشاد، يعطيان حكمة. أما الصبي المطلق إلى هواه فيخجل أمه. شوفوا أحبائي يعني إزاي مثلا في سفر ملوك الأول 6:1-6 وملوك الأول 2:13 القصة بتاعت أبشالوم بتاعت أدونية آسف وسليمان. ملوك الأول 6 أدونية دوت ولا أدونية دوت أخو سليمان من بتشبع، ملوك الأول 1:6 1:6 آسف. أصل النور هنا غريب شوية. يقول ثم أن أدونية ابن حجيت ترفع قائلا أنا أملك
وعد لنفسي عجلات وفرسانا وخمسين رجلا يجرون أمامه. وبعدين يقول الكتاب إيه؟ ولم يغضبه أبوه قط قائلا لماذا فعلت هكذا. وهو أيضا جميل الصورة جدا، وقد ولدته أمه بعد أبشالوم. آسف، ده مش أخو سليمان، ده أخو من أبوه بس، أخو أبشالوم. وهو أيضا جميل الصورة جدا وقد ولدته أمه بعد أبشالوم. شوف عمل إيه؟ قال أنا ملك. ثم لسه داود موجود، وبعد كده هيطلب الحكم لما يموت داود. إيه الكلام ده؟ أبوه لم يغضبه، لم يغضبه أبوه قط وقائلا لماذا فعلت هكذا. أبوه أطلقه، أبوه دلله، فلما دلله خاب، لما دلله خاب. وفي الإصحاح الثاني بقى، في الإصحاح الثاني العدد 13 إلى 25 طويل شوية، بس أخذ منه كده الحتت. جاء إلى بتشبع أم سليمان فقالت أهل السلام جئت. طبعا داود كان بيعيا عي خلاص ومش بيقوم تاني، فكان شكل المملكة كده لسليمان، لأن داود جاب سليمان وقال له أنا ماضي في طريق الأرض كلها فتشدد وكن رجلا. هو حس أن سليمان هيبقى الملك، فراح بقى إيه يلعب لعبته. أجئت للسلام فقال للسلام لي كلمة معك. قالت قول. قال لها أنت عارفة أن الملك كان الملك كان لي، وقد جعل جميع إسرائيل وجوههم نحوي لأملك، فدار الملك وصار لأخي لأنه من قبل الرب صار له. قال له طب ما انت عارف انه من قبل الرب صار له، زي بتقول الملك كان لي، وانت مين انت يعني؟ بس لأنه كان عمل مركبات وفرسان ونادى بنفسه ملك، فبقى معاه حشية ومعاه مجموعة، فمتصور بقى انه هو الملك. والآن أسألك سؤالا واحدا فلا ترديني، قولي لسليمان الملك لأنه لا يردك أن يعطيني أبيشج الشونامية امرأة. فقالت بتشبع حسنا أنا أتكلم عنك أمام الملك. ودخلت إلى الملك سليمان تكلمه عن أدونية، خرج للقائها جرس على كرسي وعادها جنبه. قالت له سؤال واحد اسألي يا أمي أنا لا أردك. 21 فقالت لتعطي أبيشج الشونامية لأدونية أخيك امرأة. طبعا غضب سليمان، قالت له بقول لك قال لها بقول لك ايه، ما تسألي له الملك لأنه أخي الأكبر مني له ولأبيثار الكاهن وليؤاب ابن إيه؟ ابن سروية. فهم الملك إن هو عايز ياخد أبيشك الشونامية، يبدو دي كانت أخت سليمان، علشان يبقى هي واخد أخت الملك عشان يضمن بعد كده الملك أو يغتصب الملك بعد كده. فغضب عليه وطارده، وكانت حكاية أمه زي جارية أو حاجة. لا اثنين صح التاني. يعني عايز أقول اختصر لكم بس القصة، إن هو نتيجة التربية المدللة في الآخر طمعته في إيه؟ طمعته في الملك، إن هو عمل نفسه ملك وكمان عايز ياخد زوجة أبيه. قال لها ما تطلبي له كمان الملك. وقاومه، كان عايز يقتله وهرب أدونية، وكانت في مطاردة وكده. نرجع لسفر الأمثال. الصبي المطلق إلى هواه يخجل أمه. تقولي طب ليه لا يخجل أبوه؟ قلت قبل كده في الوقت ده كانت الأم هي اللي بتربي، كانت هي اللي مسؤولة عن التربية. إذا ساد الأشرار كثرت المعاصي، أما الصديقون فينظرون سقوطه. طبعا لما الأشرار يسودوا كل المعاصي والشر بيملى البلد. طبعا ما بيقول إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فيعني موضوع بقى خلاص ساد الأشرار، فخلاص يعني خلي مدير في مصلحة بس ذمته مفوتة، كل الموظفين اللي تحت محرمين كلهم محرمين.
واصغر موظف يقول لك انا اخد يا بيه 500 عشان اهدي فلان كذا وفلان كذا والمدير هياخد كذا، كله خلاص الدنيا بقت كلها بقت شر. لكن الصديقون فينظرون سقوطهم، الابرار بقى المستقيمين يشوفوا بقى اخرة الناس الاشرار، ينظرون سقوطهم. ادب ابنك فيريحك ويعطي نفسك لذات. أدب ابنك يريحك ويعطي لنفسك لذات، يعني اما تتعب معاه في تربيته اما تكبر انت هو يريحك وتبقى يعني فرحان ومتلذذ. دي عجبني قوي اللي ربنا قاله عن ابونا ابراهيم في تكوين اعتقد 18-19، عشان تعرفوا ليه ربنا اختار ابونا ابراهيم. وقال ربنا كده لاني علمت انه يوفي بيته، فلان ابونا ابراهيم بيربي ولاده وهيوصي ولاده بالكمال، قد علمت انه يوفي بيته في العدد 19، يقول لأني عرفته لكي يوصي بنيه وبيته من بعده أن يحفظوا طريق الرب ليعملوا برا وعدلا لكي يأتي الرب لإبراهيم بما تكلم به. يعني شوف ربنا بيقول إبراهيم أنا عارفك إبراهيم أنك أنت إيه راجل حلو تربي ولادك، عشان كده جعلتك مستودع للبركات ومستودع للأسرار وحطيت لك المواعيد وخليتك أب الآباء، ومنك جاي إيه جاي البركة زي ما احنا عارفين. بلا رؤية يجمع الشعب، بلا رؤية يجمع الشعب، أما حافظ الشريعة فطوبى. خد بالكم بلا رؤية هنا جاية رؤية مش رؤية بته المربوطة، ها هنا بته مربوطة؟ لا أنا عندي بالألف، هي بالألف مش بته المربوطة، في الكتاب المقدس بالألف. بلا رؤية، أصل فرق كبير، رؤية وجهة نظر، بته المربوطة دي وجهة نظر رأي دي ضعيفة، لكن بلا رؤية يعني القائد اللي واخدها بقى من فوق، القائد المستنير، القائد المستنير اللي الله منور له ذهنه منور له سكته، اللي عارف هو ماشي فين والجماعة اللي ماشية وراه هي كمان مطمنة للمسيرة. بلا رؤية يجمع الشعب، دي مهمة خالص. عشان كده لو تفتكروا في زمن صموئيل، صمويل النبي قبل ما يتولد صمويل كان الزمن صعب جدا، كان الزمن صعب جدا، يقول كده كانت كلمة الرب عزيزة، يعني القضاة معهمش رؤية، معهمش رؤية، كلمة ربنا عزيزة مفيش استنارة. لكن لما حصل بقى الفساد ولاد عالي الكائن يفسدوا وده يفسد وده يعمل، لكن لما جه صمويل وابن 9 سنين ربنا يناديله ويبتدي بقى ايه برؤية، يبتدي برؤية تدبر المملكة، برؤية تدبر المملكة. بلا رؤية يجمع الشعب. مهمة قوي الحتة دي في أعمال 20، حاجة برضو تدينا الحتة دي 20-23. شوفوا حركة بولس الرسول في الكرازة برؤية، حركة بولس الرسول في الكرازة برؤية، وهو بيكلم قصوص أفسس قال لهم في العدد 22 والآن هأنذا أذهب إلى أورشليم مقيدا بالروح
لا أعلم ماذا يصادفني هناك غير أن الروح القدس يشهد في كل مدينة أن وثقا وشدائد تنتظرني. شوف الرؤية، أنا ماشي بنظام، أنا ماشي برؤية، أنا ماشي على نور. الروح القدس بيقول لي أن وثقا وشدائد تنتظرك. عشان كده قال لست أحتسب لشيء ولا نفسي ثمينة عندي حتى أتمم بفرح سعي والخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. بلا رؤية بقى يجنح الشعب، يجنح الشعب أو يجمح الشعب، آسف، يجمح الشعب يعني الشعب يعصخ، يقول لك الحصان الجامح، الحصان اللي فقد اللجام. طبعا ما هو بناء على ايه هيمشي ورا القائد؟ قائد بلا رؤية، فكرك يعني هيطوعوك؟ لا خلاص، يجمح الشعب، الشعب يبقى عاصي ومعاند وثورات بقى، لانه الكبير ملوش رؤية، ملوش رؤية. بلا رؤية يجمح الشعب. اما حافظ الشريعة فطوبى. هنا بقى الملك او القائد حافظ الشريعة طوباه. ليه؟ لان الشريعة هتوفر له الرؤية، هيبقى عارف الله عايز منه ايه، عايز منه ايه. بالكلام لا يؤدب العبد لانه يفهم ولا يعنى. بالكلام لا يؤبد العبد، يعني عايز يقول العبد ينضرب، ما تطبطبش عليه، هو عايز يقول كده. لأن بالخبرة بعد شوية هيقول لنا إنه العبد لما تدلعه ما يعني مش هتعرف تاخد منه شغل يعني. فأنت لما تيجي تقول أنا مش بتاع ضرب ومش بتاع عنف ومش بتاع إهانة، ده برضو إنسان، بس أنت بتكلم على نظام عبيد، بتكلم على نظام عبيد، ونظام العبيد ده أنت بتشتري العبد بخلفته يعني بالنسل بتاعه. كل يطلع عبيد في البيت. حتى ربنا يسوع المسيح خد حتة كده واتكلم عنها، قال لو انت داخل بيتك ولقيت العبد بياكل وقلت له سيب اكلك وتعالى حط لي شوية ماء غسل رجلي يطوعك وما يئنش، ويقول فعلنا لاننا ايه؟ عبيد. انا عبد. عايز يقول انه زمن العبيد كان له نظامه يعني. حتى معلمنا بطرس الرسول وصى العبيد بطاعة سادتهم عشان خاطر ما يحصلش خلل في منظومة العلاقات الاجتماعية بتاعة العصر ده. فساب المسيحية تعالجها مع الوقت لغاية لما انتهى تماما نظام العبيد. لكن كان لازم يعني منظومة العلاقات الاجتماعية تفضل ثابتة وراسخة، ما حدش يهزها، لأن الموضوع ما يحتملش إنها تهتز. فكلام ما ينفعش، العبد يحتاج التأديب. طب ليه الكلام ما ينفعش؟ قالك بيفهم بس لا يعنى. يعني إيه؟ يعني يفهم ما ينفذش، يقولك حاضر، وبعد كده يروح يقول إيه؟ أما سيدي ده طيب بشكل، ده طيب بشكل، ده كلمني، ده ابتسم في وشي. طب ما انا بقى لو نمت ما عملتش مش هيضربني. فهمت بقى؟ يفهم ولا يعنى، لكن لو شخط فيه هيجري زي الرهوان ينفذ. ارأيت انسانا عجولا في كلامه؟ الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به. شفت حد متعجل في كلامه؟ ده اخاف منه. ليه؟ القرارات المتعجلة ممكن تبقى غلط، ممكن تبقى غلط. شاول الملك مرة كان هيموت ابنه وحلف انه لازم يوناثان يموت، لان الواد لقى الشعب معيا جدا في صمويل الاول 14-44 لما كان شاول ندر وقال محدش ياكل الا لما انتصر على اعدائه، والشعب خلاص بقوا يتساقطوا من الجوع. وجي يوناثان ما كانش سمع ابوه
ولقى الشعب كذا 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 جعان وفي عسل نحل موجود فالواد يا عيني شايف الشعب بيموت، فبالنشابه جاب حته عسل كده واكل واكل الناس، وروح الناس رجعت. غضب شاول الملك وكان هيموت يوناثان عشان خاطر ايه عمل كده. ده عجول في كلامه، عجول في قراراته. يفتاح القاضي ده تعجل في ندر، غريب انه طالع يحارب، فقال يا رب اذا نصرتني اول واحد يقابلني في العودة اقدمه لك ذبيحة. طلعت له بنته، وبنته الوحيدة، ولم يستطع ان يرجع في ندره، وبالفعل قتلها. ايه ده ايه ده، هذا بقى الايه العجلة في الكلام. عشان كده نقول دايما نتريس نتريس. أرأيت رجل عجول في كلامه؟ الرجاء بالجاهل أكثر من الرجاء به. يعني الرجاء بالجاهل يعني تعتمد على واحد علم قليل، من أنك أنت تعتمد على واحد عنده علم بس إيه عجول في كلامه. من فنق عبده من حداثته ففي آخرته يصير منونا. فنق يعني دلل، دلع يعني. دي بقى مربوطة بالآية اللي هي 19. من فنق عبدا من حداثته ففي آخرته يصير منونا. الآية دي شوية شرحها معقد حب، لأنه منونا معناها شاكرا، منونا معناها شاكرا، جاء من الامتنان، لفلان يمتن لفلان، يعني فلان يشكر فلان أو يذكر جميل فلان يعني. ففي ظاهرة بتقول إيه، اللي يمسك عبد من صغره اتولد في البيت فكان شكله جميل، فسيد أبوه بقى يعني قعد يدلع فيه دلع فيه دلع فيه، فلما يكبر الولد ده العبد ده لما يكبر يبقى شاكرا لمين؟ شاكرا لسيده. ده على ظاهر الآية، على ظاهر الآية. بس الحقيقة يعني مرجعت للترجمة الإنجليزية ما لقيتهاش كده، يعني ما لقيتهاش انه يصير منونا او يصير شاكرا، لقيتها حاجة تاني اقراها لكم برضو عشان ابقى بقول لكم برضو كل فايدة. يعني لقيتها معناها مش يصير شاكرا، لا يصير غير شاكر. طبعا غريب انها تبقى يصير غير شاكر. ده في العدد 21 طلعتها لنا نيفين. بيقول كده if you pamper a servant from his childhood later on he will be ungrateful. العكس، هيبقى مش شاكر، هيبقى ما هو الشاكر. اي بس انا بجيب ترجمة، ما هي الترجمة الاصلية كينج جيمس بقى كتبها لي كده عشان كده برجع ليه. نعم لا انا يعني بس انا مش بحيركم، انا هحسمها لكم يعني، بس انا حبيت بس اقول لكم يعني ايه تتكتب برضو منونا، يعني واخدين بالكم؟ ما هي مكتوبه كده يعني والبيه الصن. انا عارف في ترجمه كتبت كده، يعني اصل انا عندي برنامج فيه اكتر من ترجمه انجليزي، فانا بشتغل على الدنيا كلها، برجع لاصل الكلمه يعني، واخدين بالكم؟ فهنا دي عملت لنا عقده، دي عملت لنا عقدة. فهي ايه معناها، معناها القصة دي ايه؟ اولا على ظاهر الكلمة هنفهمها انه هيصير شاكرا ويبقى ابنه، في ترجمة فعلا كتبها كده، هيبقى زي ابنه. ليه؟ هو دلعه من البداية ففي الاخر ايه بقى ابنه، زي بالظبط موسى وفرعون، او موسى وابنة فرعون. ما موسى ده عبد مش كده،
وابنة فرعون خدته وربته وكبرته ونشأ في بيت فرعون، فبقى عامل زي ابن فرعون، ابن ابنة فرعون، مش كده؟ فهي ممكن تتفهم كده. بس في الآخر موسى ما بقاش منونا، ما بقاش منونا، انقلب. ليه؟ لأنه مش ناسي أنه عبد، مش ناسي أنه أهله عبرانيين، مش ناسي أن ده مكانه، واخدين بالكم؟ طيب أمال إيه أفهم يعني إيه بقى منونا، وأحاول يعني أوفق إزاي بين الترجمات المختلفة دي كلها؟ هنحط دي جنب دي جنب دي جنب دي، فممكن هنقول إن هو يتظاهر بأنه يشكر سيده ويحيا معه كابن، لكن في أعماقه يحتفظ بنفسية عبد. يعني هو في الظاهر يبقى شاكرا، إنما في الحقيقة في أعماقه هو ما هوش إيه؟ ما هوش شاكر ولا حاجة، هينقلب على شيده بعد كده. الرجل الغضوب يهيج الخصام، والرجل السخوط كثير المعاصي. تقريبا المعنيين واحد. أما واحد يكون يعني مش بتاع هدوء في الحوارات، لما يخش في وسط مجموعة في الكلام يعمل إيه؟ يهيجها، ما يريحهمش. وأحيانا يقول كلمة يبقى شكلها بيهدي، لكن في الحقيقة هو بيهديش الكلام. الرجل السخوط هو الغضوب، كثير السخط كثير الغضب، كثير المعاصي. يبقى هو يهيج الخصام لأنه كثير المعاصي، مبدأه مش بتاع الصلح والسلام، مبدأه الخلافات وتسخين الناس على بعضها وكده يعني، فيوتر العلاقات. كبرياء الإنسان تضعه، والوضيع الروح ينال مجدا. طبعا دي باينة، من وضع نفسه يرتفع، ومن رفع نفسه ايه؟ يتضع. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يسمع اللعنة ولا يقر. من يقاسم سارقا يبغض نفسه، يعني اشترك مع حرامي في سرقة، وبعدين قبضوا على الحرامي، والحرامي ده رايح وهيصدر عليه حكم لعن، حكم. هو يسمع اللعن ولا ايه؟ ولا يخر، لانه هو كاره نفسه. فكاره نفسه ده خايف بقى يقول انا كمان شريكه، ما انا شايفه في القفص هيحكمه عليه، ويمكن. فهو لانه اساسا وحش وتقاسم السرقة والطمع بيعمى عينه، فيرفض ان هو يعلن او يقر بخطأه عشان خاطر ايه؟ ما يتفضحش، ما تبقاش يعني مصيره زي مصير فلان، وبالتالي ممكن يبقى يخسر اللي خده من السرقة، يخسر حياته، ينال اي حكم، بيته يتبهدل من بعده. فبيسمع الحكم وهو ايه؟ وهو ساكت. الآية بعدها تفسر لنا دي بقى، بيقول ايه؟ خشية الانسان تضع شركا، والمتكل على الرب يرفع. خشية الانسان يعني اللي بيخاف من الانسان، اللي بيهاب انسانا، ده مصيادة. فالراجل اللي قاسم سارقا بيخاف من البشر، ولكنه لا يهاب الله. فلانه لا يهاب الله مرضاش يعترف ان هو شريك في السرقة، سكت. لكنه لو اتكل على الرب ايه؟ يرفع. يمكن لو قال انا شريكه يمكن على الاقل يخفف الحكم عنهم هما الاثنين، لكن هو في الحقيقة لانه بيخاف من البشر ما بيخافش من ربنا، فعمل شرك لنفسه، يسمع اللعن ولا ايه؟ ولا يقر. إيليا النبي وقع فدي. شوفوا إيليا الجبار، لكن اول ما إيزابل توعدته هرب. وفي هروبه على فكرة وضع له شركا، لأنه لما هرب ربنا قال له مالك هنا يا إيليا؟ قال له رب قتلوا أنبياءك بالسيف وبقيت أنا وحدي، يطلبون نفسي ليقتلوها. قال له يا حبيبي وحدك إيه؟ أبقيت لنفسي 7,000، كل الركب التي لم تنحني لبعل، وحدك إيه يا إيليا؟
اقول لك انزل امسح حزائيل ملكا على دمشق وياهب لنمشي ملكا على اسرائيل وإليشع نبيا عوضا عنك. خلص إليه، خلص إليه. شوفوا بقى، معلش احنا فسرناها في وقتها وربنا ما غضبش عليه طبعا، بس خلاص كده نهاية حياتك يا إليه، نهاية خدمتك معاه. إليه ده راجل عظيم، ده خده في مركبة نارية. لا دي قصة تاني، بس أنا بتكلم على الخوف من الناس، موقف ما يعجبش ربنا. خشية الإنسان تضع شركا والمتكل على الرب إيه يرفع. المتكل على الرب ده من يخشى الرب يعني. كثيرون يطلبون وجه المتسلط، اللي هو إيه بيخافوا من الناس، فيطلبون وجه المتسلط، يخافوا الملك، يخافوا الرئيس، يخافوا رئيس القسم، يهابوا الحد اللي فوقهم يعني. لكن حق الإنسان فمن الرب طبعا. يعني الانسان بقى ما يعني ما يهابش انسان على حساب مخافة ربنا، لا، ربنا اهم، ربنا اهم. تلاقوا ساعات كده عربية ماشية قصادك، عربية نقل مكتوب عليها بعض العبارات كده، يقول لك ايه، لا طاعة لمخلوق في عصيان الخالق. طبعا فهو هنا بيعصى ربنا وهو بيطلب وجه المتسلط، يعني عامل حساب الناس. لا خد بالك حبيبي، حقك من عند ربنا، فخليك تهاب ربنا افضل من انك تهاب الناس. الرجل الظالم مكرهة الصديقين، والمستقيم الطريق مكرهة الشرير. يعني هناك دايما، مش عايز اقول كره بقى، احنا ما عندناش في العهد الجديد ان احنا كصديقين نكره الاشرار او لا، لكن عايز يقول ان هناك تنافر ازلي بين الشر والخير. انا هسميها تنافر بلغتنا، تنافر مش بغضة. يمكن الشرير يبغضني بس انا لا اكرهه، يعني مش كراهية متبادلة. لكن في العهد القديم ممكن يكون دي موجودة، لكن طبيعة الشعب لسه في البدايات او لسه في الطفولة الروحية. لكن احنا في شريعة العهد الجديد، شريعة الكمال، نحن لا نكره الاشرار، نحن نحب اعدائنا، انما نكره الشر ولكن لا نكره الاشرار، لان دول غلابة اتضحك عليهم، مستعبدين للشر، يحتاجون من يصلي علشانهم ان الله ينور عينيهم ويرجعهم تاني للطريق. لكن الكتاب بيتكلم على، هسميها هنا تنافر. طبيعي، طبيعي انه ليس شركة للنور مع الظلمة. طبيعي انك انت ما ترتاحش انك تصاحب واحد انت عارف عنه شر وعايز يستمر زي ما هو كده. انت ما ترتاحش كده، انت تتنافر معاه. وفي الوقت نفسه هو يكرهك لان انت نور. والذي يعني يقول لك يحب الظلم يفعل الشر، يكره النور ولا يأتي إلى النور لألا توبخ أعماله. أما الذي يفعل البر فيأتي إلى النور لكي تظهر أعماله أنها بالله معمول. ربنا يبارك في هذه الكلمات، على سبب بركة لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد. أمين. طولت عليكم النهار.